مثلا السؤال الأول هذا سؤال بسيط جدا، طبعا هو مقسم لك إياه حسب المادة، المادة 1 way 2 way. نتذكر لما أخذنا الـ if statement أخذنا في أنواع، أول شيء تجاه تكون if بجهة واحدة if بجهتين، يعني في if else قصدي هيك، أو تكون multi way أو تكون nested if. كله حاط لك أمثلة مقسم لك إياهم عليهم كلهم. مثلا السؤال الأول قال لك check the total amount given by the user if it is greater or equal 1000 ريال to say big graduation you got 10% discount and calculate the after discount. تاخذ قيمة منه واحسب مباشرة، قال لك هون بدي مثلا تي توتال يساوي ادخل قيمة انتجر مثلا input enter total طبعا المبلغ اللي بيدفعه الاخ، قال لك الان بدي مثلا اذا كان كذا، هاي ابسط اسئله F تعتبر سهله، اذا تي اكبر او يساوي 1000 ريال شو يعمل؟ يصير يطبع الكلمة الجملة هذه ايوه مثلا الجملة الأخيرة، قال لك كمان احسب لي اعمل له خصم، الخصم اعطاك اياه هون يعني التوتال ناقص توتال ضرب واحد، ممكن تطبع مباشر او تعملها تحسبها بعدين تطبعها اللي بيناسبك انت، اذا حبيت تطبعها اوكي، اذا حبيت تعملها زي نفس هذا تقول دي يساوي تي ناقص تي ضرب بعد دي مثلا، هيك بكون عندك خلصت السؤال. هذا السؤال اذا انت اعطيته مثلا مبيعات 100 ريال بكون ما في شيء، لكن قلت له مثلا مبيعات 1200 ريال بقول اوكي عندك خصم 10% بعطيك القيمه الجديده. هذا السؤال بسموه 1 way، ما في else، اللي في else بسموه 2 way. نفس السؤال هذا لو بدي احسب عليه، في هون معطيك عليه انه عدل على السؤال انه نفس السؤال، لكن اذروايز بدل انه في جهه ثانيه سبيد ذا توتال اماونت ويزاوت ديسكاونت، اعرض النتيجه بدون خصم، هاي بسموه اذروايز. قول له ايلس بنت توتال، فلما اقول له مثلا المبلغ 100 ريال بقول لي اوكي 100 ريال مبلغ ما في خصم عليه، لكن قلت له 1500 ريال حقول اوكي في عندك خصم صار مبلغ 1350، فهي يسموها تو ويز. تمام. السؤال الثاني مثلا هذا احسب لي العمر، اذا دخلت لك العمر السنه الحاليه اي شباب السؤال الثاني بيحكي لك انه مثلا دخل السنه الحاليه وتاريخ الميلاد ويحسب لك عمر، واذا كان فوق 60 يقول له مثلا مش ثقيل، واذا كان تحت 60 يقول له اشتغل السنه هاي. يعني اخذنا مثال عليها قبل، اتوقع موجوده في الكتاب، مثلا current year سي واي نعتبرها يساوي انتجر او float هي input enter current
كبير. دي او بي ديتا بلس تساوي انتجر كمان بس بنستنى طبعا انبوت انتر بيرث يير طبيعي انك تطرح كرنت يير طبعا العمر يساوي كرنت يير السنة الحالية ناقص تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد if age أكبر يساوي 60 ف print retired else print still. برنامج بسيط جدا. السنة الحالية مثلا 2022 تاريخ ميلاد مثلا 2000 إذا أنت شغال لساتك إذا كنت أنت مثلا أكثر من هيك 2022 1950 هيقول لي أنت مستقيل. نفس الشيء الاف اتوقع ما في صعوبه فيها. ممكن كمان تحط جملتين بدل ما تحط اف اكبر من 60 مثلا تقول له اند مثلا اقل من 100 فرضا تحط اند بيناتهم استعمل كلمه اند عشان ادمج شرطين مع بعض او اور عشان اختار واحد منهم يكون واحد منهم يتطبق وانفذه. مثلا هنا قال لك بدي كمان ممكن تسوي هذه انه اذا كان فوق 18 ممكن يصدر رخصة سواقة اذا اقل ذلك. ايضا هاي اد اودو ايفل اخذناها اكثر من مرة والاختبار بالبارتيكل اسايمنت اخذناها كمان كيف تعرف انه فردي وزوجي. فردي نقول باقي قسمته على 2 لا يساوي صفر اما الزوجي باقي قسمته على 2 يساوي صفر. في سؤال اللي هو تحويل هذا الى كود تكتب الكود نفسه تحط الاف ستيتمنت تحط في حال تنفذ هذه ايرس تختار هذا تكمل كتابه برا الكود تكتب هذا. كنت حاب اروح على السؤال هذا نستد كونديشن نفس السؤال السابق بس غيرنا فيه شويه اشياء. قال لك دخل عمرك واذا كان 18 نستد يعني اكثر من اف عندي يا بستعمل الالس اف او بستعمل نستد بناسبك. اذا كان اقل من 18 اذا كان فوق 18 بحط له ادلت اذا كان اكبر من 13 او يساوي واقل من 18 بحط له تين ايجر واذا كان اقل من 13 بحط له انك انت طفل او تشايلد. نفس الأشياء اللي عملناها هنا بس بقول له مثلا أقل من أكبر من 18 حط إنك أنت أدلت بالغ بستعمل يا بستعمل إلف حط الشرط اللي بدي إياه إيج أكبر يساوي 13 بقول له مثلا تين else إذا else هو بنحط لها شرط بقول له خلاص print child هاي حسب طبعا فينا واحد هيقول لي بهلش ما احط مثلا age اكبر من 13 and اقل من 18 بصير زي ما بدك انت بس هي تلقائيا ترى محسوبة ما في داعي تعملها ولكن اذا حبيت اذا عملتها مش خطا إنه أصلاً هو ما راح يدخل على هذه إلا بس خلص ما راح يدخل على الثاني إلا بس خلص الأولى. إذا ما طبقت الأولى بيجي على الثاني إذا طبقت الأولى خلص ما بيدخل على الثانيتين اللي بعده. هي فمجرد ما هي مش أكبر من 18 هتكون هي إيش
اقل من 18، فبالتالي هيجي على السؤال اللي بعده، هو انه هل هي اكبر من 13؟ هتكون محصوره بين 13 و 18، هي نفس يعني اقل من 18 واكبر من 13 مع بعض، فهي سواء حطيت اند هذه او ما حطيتها صحيحه. طيب النستد شو بختلف؟ النستد نفس الحل، هذا بسموه طبعا تشينج باستخدام الف، لكن النستد نفس الحل بس بحط ايش؟ else وادخل اف داخلها هون ثاني جديد. اذا حبيت تستعمل الاسلوب هذا ممكن تستعمل طبعا انس بالشكل هذا 2022 2000 يطلع ايش؟ عدد. طيب 2022 2020 ايش بيطلع هذا؟ child يعني اخر وحده بالضبط. طيب عمره 13 سنه شو بكون؟ 2022 2010 بيطلع 12 سنه، لان 13 سنه احنا فوق 2022 2005 30. ممكن تستعمل النستد اللي اخذناها قبل او تستعمل الف عشان اسهل يعتبر. طبعا هذه عباره عن اسئله ثرى، ان مقارنه بين هذه الارقام يوجد اكبر، ممكن تستعمل هذه الطريقه. سؤال كمان ثاني، بدي اوجد مقارنه بين الرقمين هل متساويين ام هم واحد منهم اكبر من الثاني او الثاني اصغر من الثاني اكبر، يعني واحد الاول اكبر من الثاني او الاول اصغر من الثاني. فبدي احط يعني ثلاث خيارات، اذا عندي ثلاث خيارات بستعمل الف او الس اف. ايضا اذا بتطلع موجب وسالب كمان اخذنا هذا المثال اكثر من مره، او زيرو بستعمل الف، او الشيء الاخير المعروف اللي استعملناه اكثر من مره اللي هو A بلس بي بدرجات، يعني درجات اذا كان A اذا كان اكبر من 70 شو يعطيك 75 كذا. تمام، هذول الامثله من الامثله المشهوره اللي حكينا عنها كثير، الاود والايفن. مش بتذكر شو هم سووا. اود ايفن حكينا انه اجوا اكثر مره من التمارين واجوا اكثر من طريقه، فاذا انت ناسيهم راح احكي لك شو هم. عشان ايجاد رقم هل هو زوجي او فردي، بدخل اول شيء الرقم باستخدام الانبوت، بعدين ما بدي اشوف فردي او زوجي بقول اف اكس بقسمته على 2 يساوي زاويه 0. ايش معناته هذا؟ زوجي. else ما في داعي احط اف لانه خلص تلقائيا تكون هي فردي، لكن كيف الفردي مثلا لو بدي احط الفردي اللي ما بيعرف هاي المعلومه بحط ايش؟ الف. نفرض انه احنا عندنا خيارين، عندنا زوجي وفردي، طبعا الصفر لا زوجي ولا فردي، فلازم اعمل هالطريقه، اقول له اكس بقسمتها على 2 مش على 3 ما تخربط، لا تساوي صفر. في طلاب حطوا لي على 3، لا خطا، يعني بدي يعني نفكر انه الفردي بقسمته على 3 تساوي صفر، لا خطا. هو الشرط الوحيد اللي بيحدد انه هو زوجي او فردي هو 2، فاذا انا قسمت على 2 بس انه ما بيساوي صفر فهو ايش؟ فردي. else print زيرو مثلا هذا
لو دخلت مثلا 5 بقول لي فردي، إذا دخلت مثلا 8 بقول لي زوجي، دخلت 0 بعطيني زيرو. صفر طلع هون، صفر عندي مشكلة، عمل لي مشكلة. ليش؟ لأنه أول ما دخل الصفر هون قال لي صفر باقي قسم دعاء 2، وأصلا صفر دخل على الإيفن، طب طنش هذا. ممكن أخلي الزيرو أول شيء، خلي شرط الزيرو أول واحد ثم أستثني الباقيين عشان ما يصيرش عندي مشكلة زي هذا. نقول له مثلا، نقول له إف إكس تساوي زيرو، أطبع لي زيرو وعكس هذه هون بس. كيف الآن؟ هيك زيرو 8 5. هيك اشتغلت معك. ليش؟ لأنه الصفر باقي قسمتها على 2 كمان صفر، وبالتالي فكرها أول شيء ايفن. كذلك الموجب والسالب، الموجب والسالب وزيرو نفس الفكرة بالضبط. يعني هاي البوزيتيف النيجاتيف، بس بحط أكبر وأصغر وبحط زيرو، هاي أسهل شيء. والمقارنات كمان، اللي قال إن قيمتين أو ثلاث قيم مع بعض، أنا أكبر وأنا أصغر وكذا، خلينا أجد باختبار كمان. شوف السؤال هذا اللون الأخضر شكله ممكن يكون جديد. Check the number given by the user. بدي أدخل نمبر رقم المستخدم. هاي نقطة السؤال نقطة نفسها. طيب شو كمان؟ If greater than 10 x greater than 10 شو يسوي؟ بالترتيب بشتغل. بقول اطبع لي the number greater than 10، اطبع لي هذا الجملة number is greater than 10. طيب شو كمان؟ so if it is 100 add 5. اذا كان الرقم 100 check، لا check if it's greater than 100. الان النقطه اللي بعدها، طبعا بهذا السؤال شوي يعني في خربطه ترى، في يعني راح يعطيك مشكله. ليش؟ لأنه يعني أصلاً المية أكبر من العشرة كمان، بالتالي أنت لازم تعطيه هنا، ممكن تقول له أن إكس أقل من 100 عشان ما يخربط الدنيا. نقول له هون إلس إلف تستعمل نستد، ممكن تستعمل تضبط معك هذه أكبر من 10. إذا بدك تستعمل النست بالضبط بأسلوب النستد حقول لك كيف، حنشتغل على طريقة الـ LSF بعدين برجع لك. X أكبر من 100 شو يعمل؟ قال لك ضيف 5، ضيف 5 على الرقم نفسه. X equal X plus 5. طيب غير ذلك، يعني مش اكبر من 10 ولا اكبر من 100، ضيف يطرح 5 else x equal x minus 5. طبعا في النهايه لازم اطبع x برا الموضوع كله، print x عشان نشوف شو النتيجه. دخلنا مثلا 5 يعطيني ايش؟ صفر. ليش نطرح 5؟ طيب دخلنا رقم فوق العشرة مثلا 11، سوري مرة ثانية 11، شو حيسوي؟ قال لي رقم اكبر من 10 بس. طيب فوق ال 100 101 زاد لي 5، فشغلنا صح. هاي طريقة من الطرق تمام. الطريقة الثانية اللي باستخدام النستد كونديشن، وطبعا بالاسئله ما بحدد لك يا هاي ولا هاي، اختار اي طريقه بدك اياها. نفس كل شيء ممكن تتغير فيها شويه اشياء عشان ما تضيف هاي الجمله، بتخليه يقول له اذا اكبر من 10 مره ثانيه تقول له اف اكس اكبر من 100
اطبع اكثر من 10 اخلي هذه هنا صراحه محترمه كذا اكبر من 100 10 تعطيني 11 معطيني انه الرقم اكبر من 11 من 10 ثم طرح لي 5 يعني ايش؟ اوكي هذا شرط هذا من برا هذا كذا 11 اوكي صحيح 100 101 اكبر من شرط يساوي هاي زاد اذا كانت 5 بيطلع الجواب صفر هيك صحيح هذا نفس الحل السابق ولكن الطريق اصعب شوي لانه استخدام النستد نكون خلصنا الامثله هذه الاولى تمرين اول تمرين ثاني اللي هو عمل ناخذ بريك ونرجع ان شاء الله تسجيل هاي آلة حاسبة إذا رقم بدخل رقم ثم بدخل عملية ثم بدخل الرقم الثاني وشيك على النجمة الجمع والطرح والضرب إذا ضرب بضربهم إذا قسم بقسمهم إذا ما دخل أي شيء آخر مش معروف ما بقوله أنت دخلت شيء مش معروف ممكن تستعمل الطريقة الثانية باستخدام النستد هاي بسموها تشيند وهاي بسموها نستد نفس الحل بالأخير نفس النتيجة ولكن حل مختلف شوي حط else if else if else if else if طريقة تداخلي بسموه اي حلها موجود ولا المثال اللي بعده check student track بدي اشيك على مستوى الطالب دخل لي لو سمحت للمستوى اذا انت المستوى طبعا السؤال مش مبين معي using check the given ايوه اوكي اذا كان معطيني اتش اي يطلع طلع له الكليه شو هو اذا كان اتش اي ان يطلع له راكب اذا كان اس سي يطلع له ريان ساينس كوليدج اذا كان اتش واي يطلع له ارت كوليدج اذروايز اذا سمحت دخل كذا يعني ببساطه في عندك احتمالات كثير بدك تطبق عليها ما في صعوبة في الموضوع أبدا بس قال لك أور استعمل أور قال لك أند استعمل أند هي قيمة واحدة حيدخلها يدخل اتش اي أو دخل اي ان يطبع له جملة معينة دخل أي شيء ثاني اس سي بدي أطبع له جملة ثانية دخل اتش واي ما فيش صعوبة في الموضوع لأنه أصلا اف ستيتمنت بسيطة وواضحة مثال الثالث أو الرابع واحد ثلاثة أربعة واثنين حيلام ثالث كمان هذا اللي هون شايفه أنت مجموعة أسئلة مش واحد لا هذا نفس ال هذا نفس ال سبحان الله نفس الأسئلة خلاص حالة بس حالة بطريقة إنه نفس الحل هذا الأسئلة فكانت من يجي طلع نفسه هذا نفس الأول بس حاطه بصفحة واحدة فخلص الآن أنت عندك هذا وهذا وهذا عبارة عن تمارين جاهزة تحلها لحالك دكتور السلام عليكم في هنا في مقارنة القيم بالثلاث قيم بأكد عليك عشان تعرف وين المعنى مقارنة القيم أكثر من مرة أخذناها أمثلة كثيرة كانت السؤال بحكي لك مثلا دخلت ثلاث قيم أنا هاي جاك باختبار لبعض الطلاب دخلنا X Y Z طبعا في ناس حلوا بطريقة بأكثر من طريقة ترى إيفال مثلا
ملاحظة، إذا بدك تدخل ثلاث قيم مع بعض يا شباب ما بقدر أستعمل integer أو float. تعال شو يعطيني. هذه عملت run أعطيني خطأ، ما برضى يدخل لي ثلث قيم باستخدام الانتجر الا تستعمل ايفال. ايفال بيسمح لك تدخل ثلاث قيم عادي. ما عندك مشكله. اما اذا تدخل ثلاث قيم بكل واحد سطر الوقت مختلف بيصير تحطهم تحت بعض، تحط انتجر، تحط فلوت، تحط اي شيء. الان بدي اقارن. طبعا أكثر من حل السؤال هذا، في بعض الطلاب حلوا لعلمكم، اللي حل باستخدام من أو ماكس حسبت له يا صح، مع إنه إحنا كنا بدنا ما بدنا هيك، لكن صحيح تبقى صحيحة، لأنه أي طريقة حل بتوصلك للنتيجة طريقة صحيحة بعتبرها صحيحة أنا. هسا الآن نقارن إكس مع واي، إف إكس أكبر من واي أند، بقدر أستعمل كلمة أند، إكس أكبر من زد then print x else if هل y أكبر من z print y else print z. هنشوف هاي الطريقه بتزبط معنا بدون ما احدد اكثر ولا لا. نشوف نجرب تجربه، يعني انت فكر معي. قلت له 1 2 3 طلع لي 3. طيب قلت له 2 1 3 طلع لي 3 كمان. ثلاثة اثنين واحد تمام. نحط ثلاثة في الوسط الآن، واحد ثلاثة اثنين كمان. ممتاز، يعني هاي الطريقة ممكن تطلع، أو إذا أنت شاك في الحل أو مش متأكد إنه هذا صح ولا لا، أقدر أنا أحط الأشياء اللي بدي إياها، بقارن واي مع الثنتين، بقول واي أكبر من X، بس لو إنه أنا أصلاً X اعتبرناه أصغر شيء، فبالتالي ما قارنتها مرة ثانية. فممكن تحطها وما تحطها عادي، مش غلط يعني، مش خطأ، وتحط اللي بدك إياه، المهم تشتغل عندك البرنامج. هي مقارنة ثلاث أرقام، مين أكبرهم؟ تمام؟ في كمان سؤال ثاني من الأسئلة الموجودة هون، قال لك بدي تقارن لي رقمين مع بعض، إذا كان متساويين يعطيني، إذا كان أكبر من الثاني يعطيني الأول أكبر، إذا كان أصغر يعطيني أصغر. بشرط ثلاث أرقام، رقمين، قال لك إذا أكثر إكس أكبر من واي، يعني حالتين، حالة الإكس أكبر من واي يعطيني إكس، إذا واي أكبر من إكس يعطيني واي، غير ذلك يعطيني شو ايكوال. تمام، هذا كمان دخلنا رقمين، طبعا مش ثلاثة، رقمين اثنين ثلاثة، بعطيني إنه أكبر ثلاث، وإذا كان اثنين واثنين أعطيني two numbers
R equal to bar. تمام؟ في أي سؤال هون نشوفهم؟ طيب